مساء الفل. لحظة ضعف مر بيها بطلنا خليته يعمل غلطة ندم عليها بقية حياته، ومش كده وبس، دي دمرت حياته كلها. طب ايه الحكاية؟ ده اللي هنعرفه من مسلسل النهاردة، مسلسل جديد تم اذاعته امبارح. يبقى نايس ايه؟ اخبط اللايك الجميل بتاعك ويلا نبدأ. بدايتنا مع واحد مرمي على الارض وغرقان في دمه، وجنبه واحدة مرعوبة، وواضح انها مراته وهي اللي قتلته. وعلشان نعرف اللي حصل هنرجع فلاش باك لقبل الحادثة، وبنعرف ان الست دي اسمها يارا وشغالة مدرسة، وبعدين وفي السوبر ماركت قابلت اختها مروة وبنتها اللي اسمها ليلي، وساعتها اكتشفت ان في 5000 جنيه اتسحبوا من الفيزا بتاعتها. طبعا اتحطت في موقف محرج واختها دفعت لها الحساب، ولما رجعت البيت سألت سيف عملت ايه بالفلوس اللي سحبتها من الفيزا، فتهرب منها ومردش. المعلومة هنا ان سيف مهندس معماري وساب الشغل في شركة ابوه وقرر يبقى كاتب، ومن يومها وهو بيعامل يارا معاملة زي الزفت ومخلي عيشتها سواد. وعلى الجانب التاني بنتعرف على حبيبة، ودي بنت غلبانة بتشتغل الصبح في جريدة وبالليل في بار. طيب ليه بار؟ قالت لك علشان تصرف على نفسها وعلى حسن اخوها اللي لسه خارج من السجن ومش لاقي شغل. تاني يوم يارا راحت للدكتور وعرفت انها صعب تحمل، فزعلت لانها زي اي ست عايزة تبقى ام. وبالنسبة لسيف فكان قاعد مع عبدالله صاحب دار النشر، وبنفهم من كلامهم ان سيف كاتب فاشل، وان صاحب دار النشر عايزه يكتب كتاب عن قصة كفاح ابوه محمد الراوي، وواضح كده ان في مشكلة كبيرة بين سيف وابوه. طب ايه هي؟ لسه ما نعرفش. وبالرغم من ان مامته حاولت تصالحهم اكتر من مرة، الا ان بطلنا رفض انه حتى يكلمه، ويمكن ده اللي فكره بذكرى ليه زمان. وبنعرف من خلالها ان سيف يبقى ابنهم بالتبني، واول ما زياد اخوه ولد معاملة ابوه اتغيرت وبقى بيفضل زياد عليه، يعني علشانه ابنه اللي من صلبه. طيب خلينا مع حبيبة اللي زي ما قلتلك بتشتغل في بار، وخالد مديرها في الشغل معجب بيها جدا، لكن هي بقى بتحب واحد تاني، وتخيل ان التاني ده يبقى سيف، يا نهار اسود. ومش كده وبس، لا دي رسمة انه يتجوزها على مراته، بس شيماء صاحبتها كان ليها رأي تاني، وهو اللي بيعملها مرة ويتجوز مستحيل يكررها تاني. ولو كملنا مع يارا وهي مع مامتها هنعرف ان الست حرفيا ما كانتش طايقة سيف ولا سيرته، وشايفه انه مش متحمل المسؤوليه. ما هو مفيش حد طبيعي يسيب شغله فجاه كده، لكن يارا دفعت عن جوزها اللي وقتها كان مقضيها صرمحه مع حبيبه، وبعد شويه دلع على كام حضن قالت له انا فرحانه قوي اني معاك وفي حضنك لوحدنا، يا سفله. وطبعا حصل اللي حصل، بعدها البجح رجع البيت وكمان اتخانق مع يارا بسبب الخلفه، علشانه مش عايز عيال وهي عايزه تخلف، واتخانقوا خناقه كبيره، وانتهى الموضوع باني مش هسمح لك تحرمني من اني ابا ام. فقال لها لو عايز عيال يبقى هاتيهم من راجل غيري، بمعنى تاني لو عايز عيال هتتطلقي. ونزل شوية واتفاجئ ان حبيبة عايزة تقابله، الخازوق انها عايزة يتجوزها، ولما رفض اعترفت له انها حامل. الخازوق الاكبر لما يرى فتشت في هدومه ولقت تذكرتين للتليفريك، وبناء عليه فشكت انه بيخونها. ونرجع تاني عند سيف اللي اتخانق مع حبيبة وقال لها انت هتنزلي اللي في بطنك لاني مش عايزة اخلف لا منك ولا من غيرك. وبعدين اتفاجئت بخالد بيقول لها انا بحبك وفكري يعني لو وافقتي نتجوز هبقى اسعد انسان، ولو ما وافقتيش اعتبريني زي اخوكي. وبصراحه الراجل جاي سكه وعدل عيب. وفي نفس التوقيت يارا عرفت انها حامل، والفرحه ما كانتش سايعاها وراحت تشتري حاجات للبيبي، وده عكس اللي حبيبه حاسه بيه، لان سيف جه ورملها قرشين وقال لها اعملي العمليه، ووقتها حست قد ايه هي رخيصه ومش فارقه معاه، وفهمت ان سيف راجل اناني عايز كل حاجه تمشي بس على هواه. وتاني يوم راحت للدكتور لوحدها مع انها طلبت منه يجي معاها بس رفض، وسابها لوحدها تواجه اصعب موقف ممكن تتحط فيه اي ست. بس الشهادة لله الراجل كان قلقان عليها ومتوتر، ويمكن ده اللي خلى يارا تشك ان في حاجة غلط، وخطفت منه التليفون فتعصب عليها ومشي وسابها، وهنا شكت اكتر انه بيخونها. في نفس اللحظة حبيبة بعتت له رسالة وقالت له تعال لي قدام العيادة فورا، وفعلا راح لها وكانت تعبانة، والواطي مرضيش يوصلها وطلب لها اوبر. وبعدين فضل يلوم نفسه على اللي حصل، وادرك ان علاقته مع حبيبة كانت غلطة، وده عكس اللي حبيبة حست بيه، لانها لسه بتحبه على الرغم من كل اللي عمله فيها. وخد عندك كمان انها بعتت له رساله وكانت بتعتذر له، ووقتها الموبايل كان مع يارا اللي اتاكدت ان جوزها بيخونها وانهارت. هتسالني
تسألني وتقولي طيب يا عم زيزو تفتكر انها هتقتله مثلا؟ هقولك لا يا سيدي، ده بالعكس عاملته كويس جدا وقالت له يا ريت تبطل اللي بتعمله من ورايا، وختمت كلامها بانها مش هتسمح لحد ابدا ياخده منها، وغالبا هي عملت كده علشان خاطر البيبي. المهم يا معلم انه بعدها لم نفسه وقرر ينهي علاقته بحبيبة وبعت لها رسالة وقال لها ده، فالبت انهارت وما تحملتش اللي حصل وقطعت شرايينها، لكن ما ماتتش واخوها قدر ينقذها في اخر لحظة، ولما فاقت قررت تنتقم وبعتت رسالة لبطلنا وهددته انها هتفضحه، وراحت استنت عند بيته وفضلت مراقبه هو ومراته، وبالليل اتفاجئوا ان في حد بيخبط عليهم. بوم، وحبيبة دخلت وفضلت تنادي على سيف بمياصة مع شوية دلع، وفكرته بذكرياتهم اللي موجودة في كل ركن من اركان البيت، وقالت ليارا انا عشيقة جوزك وجاي اقولك انه راجل توكسيك، يعني بالبلدي كده راجل وسخ، ما هو اللي يعشم واحدة بالجواز ويخليها تحمل منه وكمان يجبرها تسقط وبعدين يسيبها يبقى وسخ. فيارا اتعصبت. التانية قالت لها تق 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 اهدي يا حبيبتي علشان خاطر اللي في بطنك، وهنا سيف اتصدم لانه ما كانش يعرف بحمل يارا، وفي اللحظة دي حاول يشد حبيبة ويطردها، بس هي سحبت سكينة وقالت له انا هحرق قلبك، وراحت معورة بالسكينة وهجمت على يارا، والاتنين وقعوا على الارض، ووقتها حبيبة السكينة دخلت في قلبها وماتت، وسيف اغمى عليه اول ما شافها. وبالنسبه ليارا فكانت مصدومه، وده يفسر لنا اول مشهد في المسلسل وان يارا ما قتلتش جوزها لكن قتلت عشيقته. طب والعمل؟ سيف اقترح انهم يبلغوا البوليس ويقولوا ان حبيبه اتهجمت عليهم فقتلوها، بس الكلام ده ما عجبش يارا، وقالت له البوليس هيدور وراها وهيعرف انكم كنتوا على علاقه ومحدش هيصدق اني قتلتها بالغلط، وفكرت في فكره ما تخطرش على بال ابليس، وقالت له احنا هندفنها في الجنينه لا من شاف ولا من ديري. ولما حست انه ممكن يرفض فضلت تعيط وتقول له لو بلغت البوليس هيعدموني انا واللي في بطني، وما تنساش ان اللي حصل كله كان بسببك، لو ما كنتش خنتني ما كناش اتحطينا في الموقف ده. فانهار وفضل يشتم في نفسه، وادرك انه بسبب نزوه دمر حياته ومستقبله، وفي الاخر قرروا يدفنوها في الجنينه، ويارا حفرت قبر وحطوا البنت فيه، وبعدين نظفوا الدم وكان مفيش اي حاجه حصلت. لا دول كمان اتصالحوا ورجعوا سمنة على العسل، قتلوا القتيل ودفنوه ولا أجدعها سفاح، مشهد شفنا زيه بالظبط في مسلسل سفاح الجيزة، لو لسه ما شفتوش هسيب لك كل اللينكات في أول كومنت. المهم يا معلم إن بعدها بيوم يارا فضلت قلقانة، ما هي عاملة وخايفة، وسيف كان برضه خايف وقلقان، وتوتر أكتر لما زياد أخوه جاله البيت وعلشان كده كلم مراته، وقال لها إحنا لازم نبلغ ومش هينفع نقضي حياتنا وإحنا قلقانين ومتوترين كده، بس هي هددته وقالت له مش هينفع نعمل ده، لازم نبقى هادين ونتعامل عادي وكمان ننسى اللي حصل، فترجم كلامها بانها عايزه تقعدهم في البيت، يعني علشان يفضل طول عمره عايش حاسس بالذنب ويتعاقب كل يوم على خيانته. وبصراحه ابليس واقف يسقف لها، يعني انتقمت من جوزها الخاين وقتلت عشيقته وكمان معيشه في خوف ورعب. وفي الوقت ده خالد لاحظ غياب حبيبه وسال عليها، وبنعرف ان خالد شغال مع القصبي وده اكبر تاجر سلاح، ويعتبر ان خالد هو دراعه اليمين، ولو رجعنا لبطلنا هنلاقيه حاسس بالذنب وبيفتكر ذكرياته مع حبيبة وبيسأل نفسه هل كانت تستاهل اللي حصل لها ولا لا. وفي نفس التوقيت يارا جابت زرع وقررت تزرع الجنينة علشان تخبي اي ريحة ممكن تطلع، ومن زاوية تانية حسن بدأ يدور على اخته وراح لها البار، ووقتها قابل خالد اللي افتكر انه شاف حبيبة بتركب مع واحد، ولما سألها قالت له ان اخوها، ففهم انها كانت بتكذب عليه، فراجع الكاميرات اللي قدام البار وعرف يجيب ارقام العربية وعرف يوصل لصاحبها، وجريمتهم اتكشفت واتقبض على يارا. لا استنى، ده طلع كابوس، وده اللي خلاها تصحى من النوم مفزوعه. وبالنسبه لسيف فبدا يكتب روايه عن اللي حصل لهم. وعلى الجانب التاني بنشوف محمد الراوي وهو مع زياد ابنه ومدحت الموظف بتاعهم، وكانوا بيتفقوا على مشروع كومباوند جديد، والواضح كده ان محمد مش راضي عن ابنه زياد وشايف انه مش مركز في الشغل خالص، وده عكس اللي سيف كان بيعمله. السؤال هنا، ايه اللي خلى سيف يسيب شغله اللي كان ناجح فيه في شركة ابوه ويروح يشتغل في حاجة هو مش فاهمها؟ الله اعلم. المهم يا سيدي ان يارا قابلت زياد وعرفته انها حامل وعزمته هو وكل العيلة، وده علشان تعمل مفاجأة لسيف اللي شكله مفرحش خالص وافتكر حبيبة واللي حصل لها. وفجأة ليلي قربت من الجنينة، ولما يارا شافتها جريت عليها زي المجنونة، وبعدين سيف اتخانق معها وقال لها انت اكيد اتجننتي، احنا قتلنا واحدة ودفناها في الجنينة وعزم اهلك، طيب مش خايفة لنتكشف؟ وبرضه ما اقتنعتش،
وشايفة انهم لازم يعيشوا حياتهم عادي جدا. ومن زاوية تانية خالد اكتشف ان حسن بيراقبه. طيب ليه؟ هقولك، الواد شاكك لتكون اخته كانت ماشية مع خالد في الشمال، بس خالد اكد له ان اخته متربية وانه كان بيعمل كده لانه بيعزها، وعلشان يكمل وصلة الجدعنة طلع فلوس وادها له وقال له خليها معاك. وبعدين سيف قابل اخوه زياد اللي كان مصمم يعرف هو ليه ساب الشركة، وده لانه متورط مع ابوه في الشغل وهو مش فاهم حاجة، وانه شايف ان سيف احق منه وانه لازم هو اللي يمسك الشركة، وده عكس رأي محمد الراوي اللي شايف ان الصح ان ابنه اللي من صلبه هو اللي يمسك الشغل. بس منى مراته شايفة ان الاتنين ولادهم وما ينفعش تفرق بين الاخوات. وخلينا اقولك ان الراجل مش بيفرق ولا حاجة، هو باصص لها من ناحية الشرع، يعني زياد هو اللي احق انه يورث لكن سيف لا. وخد بالك زياد اصلا ما يعرفش ان هو وسيف مش اخوات. طيب نكمل مع خالد اللي عرف كارثة. شيماء صاحبة حبيبة قالت له انها كانت حامل وراحت لعيادة شمال علشان تسقط، وما كدبش خبر وراح على هناك ومسك الممرضة وادها العلقة التمام، ومسك صورة حبيبة وسألها شفت البنت دي قبل كده؟ قالت له اه كانت جاية تعمل العملية، وبعد ما خلصت مشيت مع واحد ووصفت له شكل عربيته. وهنا تأكد ان حبيبة كانت على علاقة بالراجل ده وخمن انه ممكن يكون عمل فيها حاجة، وبناء عليه فدور وراه وعرف ان اسمه سيف وانه متجوز واحدة اسمها يارا، ومش كده وبس، ده عرف يوصل لعنوان مامة يارا وشكله كده ناوي يقلبها على الكل. اللي يأكد لك كلامي بقى انه راح تاني يوم ليارا المدرسة وتعرف عليها وقال لها انه جاي هنا علشان يقدم لبنته. هتسألني وتقولي طيب ايه اللي خلى خالد ما يبلغش البوليس؟ هقولك ما تنساش انه بيشتغل مع تاجر سلاح، وانه لو عمل كده هيدخل في سين وجيم وهيجيب الكلام لنفسه، وعلشان كده خدها من قصرها وقرر يتصرف هو. في نفس التوقيت سيف كان بيجهز للرواية الجديدة، وساعتها افتكر ذكرياته مع حبيبة وواضح انه فعلا كان بيحبها. لا والبجح كان بيخليها تجيله البيت ومراته مش موجودة، وكان عايزها تسيب ذكرى في كل حتة في البيت، ووقتها ما كانش يعرف ان نهايتها برضو هتكون في نفس البيت. وبالنسبة لمحمد الراوي فحصلت له مصيبة، لان مدحت نصب عليهم ولم فلوس من الناس على انهم هياخدوا شقق في الكومباوند اللي شركتهم بتبنيه، وبعدها هرب ومحدش يعرف له طريق. المشكلة ان الناس هجمت على الشركة واتهموا محمد الراوي وزياد ابنه انهم نصابين، وساعتها زياد ما كانش عارف ازاي يتصرف وطلب من سيف يساعده، بس سيف كان رافض يتدخل وراسه ألف جزمة مش هيرجع الشغل ده مهما حصل. ومن زاوية تانية حسن كان بيفتش في حاجات اخته ويمكن يوصل لحاجة. وتاني يوم يارا اتفاجئت بمكالمة من مامتها وقالت لها ان في واحد غريب جه وسأل عليها، ولما ربطت الاحداث ببعض اكتشفت ان ده يبقى نفس الراجل اللي جالها المدرسة، وقلقت جدا ليكون الراجل ده تبع حبيبة، وحكت لسيف لكن قال لها انت مكبرة الموضوع، بس الحقيقة ان احساسها طلع صح. وفي المشهد الاخير بنشوف ان خالد عرف يوصل لعنوان سيف وراح لهم البيت وسألوا ايه علاقتك بحبيبة وعملت فيها ايه، ولما سيف حاول يطرده خالد هدده بالمسدس، ما هو يا هتتكلم يا هموتك. وفي اللحظة دي يارا قررت تتدخل فجابت المية المغلية ودلقتها عليه، بوم، وسيف خبطه بعصاية على دماغه ووقع وهو سايح في دمه. ومن هنا تخلص الحلقة، وكده يبقى نهينا وانتهينا. كالعادة وقبل ما اختم هقولك سؤال الحلقة اللي بيقول تعتقد ان خالد هيكون مات ولا لا؟ كمان اكتب لي تخمينك لنهاية يارا وسيف، هل تعتقد انهم هيتطلقوا او حد فيهم هيقتل التاني، ولا الاتنين هيتحبسوا سوا؟ هستنى تعليقك وهرد عليك في ملخص الحلقات الاخيرة للمسلسل واللي هتنزل بكرة ان شاء الله في نفس الميعاد. هسيب لك كل اللينكات تحت الفيديو وفي اول كومنت، وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، كل وسائلنا على السوشيال ميديا هتلاقيها تحت الفيديو. عاش جمهور الملخصات.